الماكروفاجس او اللي يسموها هيستيوسايتس. الاسم الشائع لها شنو هو؟ ماكروفاجس، هو هذا اكثر شيء اسمها، تمام، هي يسموها. على العموم فهي تعتبر شنو، فاجوسايتس، يعني بلاعم that are attracted to the site of inflammation. يعني شنو؟ تنجذب او تتجمع بالمواقع اللي يصير بها شنو؟ التهاب، inflammation. سايتس يعني المواقع او الاماكن. فهي شنو تسوي؟ انجست بكتيريا، تهضم البكتيريا وتبتلعها، والخلايا الميتة والخلايا المتضررة، وشكو جسم غريب يدخل، او شكو مادة غريبة تدخل الى الكونكتيف تيشو، هاي لازم تجي تاكلها. اذا هي وظيفتها شنو؟ دفاعية، جاي تحمي النسيج الضام، تمام. يقول لك شنو بلش يقول، هو and other foreign matter that enter the connective tissue. شكو مادة غريبة تدخل، enters، شكو مادة تدخل الى الكونكتيف تيشو، هي راح تبتلعها. واضح؟ هاي دي هاي الخلايا جاي نحكي عنها. also ايضا شو تسوي؟ enhance، تعزز. شو تعزز؟ تعزز الكفاءة المناعية أو الفعالية المناعية مالت الخلايا الليمفاوية. immunologic activities of the lymphocytes، هي جاي تعززها، جاي تعزز المناعة مالتها، تمام. شلون طبعا تعززها؟ خلوها ببالكم انه هي هاي المايكروفاجس جاي تساعد الليمفوسايتس حتى تنتج اجسام مضادة، انتي بودي. واضح؟ جزء من الاجسام المضادة المن للانتيجين، للاجسام المضرة او الاجسام الغريبة. فش يقول لك؟ مايكروفاجس ار انتيجين بريزنتنج سيل تو شنو؟ ليمفوسايتس. شنو الليمفوسايتس؟ الليمفوسايت اللي شو تسوي؟ ذات بريفورم، اللي راح تنطينا، تمام، او توفر لنا او تعرض لنا شنو، تقدم لنا important functions. هاي الليمفوسايت راح تعطينا فد وظائف مهمه، important، بيمن مهمه، مهمه بالاميوني سيستم، عفوا مو اميوني سيستم، اميونو اميوني ريسبونس، الاستجابه المناعيه. نفس الشيء ان هاي الليمفوسايت مهمه، مهمه وظائفها بشنو؟ وظائفها المهمه وين تكون؟ تكون على النظام او الاستجابه المناعيه، تمام، اميوني ريسبونس، هو هذا شغلها، تمام. نعرف ان الخلايا الليمفاويه شغلها على المناعه، واضح. بعدين يقول the cells، هاي الخلايا are part of mononuclear phagocyte system، ان هاي الخلايا تعتبر شنو؟ جزء من النظام مالت البلاعم اللي يكون احادي النواه، مونونوكليير، تمام، يعني احادي النواه. derived from، مشتق من منو؟ منين اشتقين هاي المايكروفاجس؟ من السيركيليشن، او اللي نسميها سيركيليتنج بلاد، من الدم اللي جاي يدور بالدوره الدمويه، تمام، كخلايا شنو؟ مونوسايت. هسه راح اوضحها لكم، خلي شوي اوضحها لكم. ان هاي المايكروفاجس هاي جاي ندرسها، منين تجي؟ جابها النسيج الضام. انا اقول لكم انه هي اول ما تنتج غالبا تنتج من نخاع العظم او الكبد، اذا الله ما تشذبني. هاي شنو؟ مو الفاجوس، مو المايكروفاجس، لا، هي اول ما تنتج ما تكون بهالشكل، لا، هي انه اكو فد خلايا اسمها المونوسايت، تنتج منين؟ من نخاع العظم، تمام، وكذلك من الليفر، من الكبد. وين تروح؟ تروح تمشي بالدوره الدمويه. وش اسمها هسه؟ اسمها مونوسايتس، مونوسايتس، تنتشر بالدم وتروح لاماكن متعدده من الجسم، واضح. ولكن اذا دخلت للكونكتيف تيشو، شو راح يكون اسمها؟ شو اسمها؟ اسمها ماكروفاجس، بلاعم كبيره. وضحت؟ هسه اقول لك شنو هو المنشا مالت الماكروفاجس. شو تقول له؟ تقول له المونوسايتس نشأت من الكبد. وين راح تظل تمشي بالدم؟ من طبت النتيجة الضام للكونكتيف تيشو، شنو صار اسمها؟ صار اسمها مايكروفاجس. يعني هي بالاصل شنو كانت؟ مونوسايتس، بس يمتى من كانت بالدم، ولكن من دخلت للنسيج، من دخلت للنسيج الظهار، النسيج الضام، ايش صار اسمها؟ صار اسمها مايكروفاجس، وهي هاي وظيفتها وعرفناها، تمام؟ زين هاي المونوسايتس اذا راحت المكان الثاني من الجسم، يبقى اسمها مايكروفاجس؟ يعني اذا نفرض انه راحت مثلا، ظل مثلا راحت وين؟ للعظام، راح يبقى اسمها مثل ما هي؟ لا،
لها رحلة العقد الليمفاوية، يبقى هم اسمها مايكروفاجس يعني مثلا يصير، لا ما راح يصير، كل مكان تروح له لها اسم خاص. تمام؟ يعني فهموني انه نشأت وتكونت المونوسايتس، نشأت وتكونت وانا ظلت تمشي بالدم، ظلت النقل بالدم وتروح لأماكن مختلفة، اسمها راح يتغير تبعا للمكان اللي راح تروح له. واضح هسه؟ تمام؟ يعني مثلا راحت لنسيج الضام، ايش صار اسمها؟ هي بالاصل اسمها مونوسايت، بس من راحت لنسيج الضام ايش صار اسمها؟ ماكروفاجس. زين، راحت غير مكان، مثلا راحت للعظام، هم راح نسميها ماكروفاجس؟ لا، لها تسميه خاصه، راح ناخذها بالستايد اللي بعده. فشنو يعني؟ انه المونوسايتس تنشأ وتتكون وتمشي بالدم، كل ما تروح المكان يتغير اسمها. واضح؟ هسه عرفنا منين جاي تتكون المايكروفاجس. اصل المايكروفاجس هي مونوسايتس. مونوسايتس تكونت وين؟ داخل النخاع العظم، راحت للدم بالسيركوليشن بالدوره الدمويه. تمام؟ ومن دخلت للنسيج الضام ايش سميناها؟ ماكروفاجس، وأدت وظيفتها اللي حكينا عنها، انه شلون جاي تساعد الليمفوسايتس، الخلايا الليمفاويه، اي الليمفوسايتس، حتى تنتج الانتيجين، الانتي بودي اللي هو الجسم المضاد ضد هاي المواد الغريبه اللي دخلت الى النسيج الضام. يعني احنا شغلنا هسه وين جاي يكون؟ هاي وين شغلها يكون؟ المايكروفاجس وين شغلها؟ بس بالنسيج الضام، بس هذا شغلها. تمام؟ فنكمل. يقول الفقرة جواها، المايكروفاجس أو الهيستيوسايتس are most numerous in loose connective tissue after fibroblast، إنه راح تكون موجودة بكثرة ووفرة كبيرة بالنسيج الضام الرخو، ولكن من بعد الفايبروبلاست. يعني إذا أريد نسوي إحصائية، يهو أكثر مكونات، يا نوع من الخلايا موجود أكثر شيء باللوس كونكتيف تيشيو، راح نلقى اول شيء الفايبروبلاست هي اكثر شيء، اكثر شعبيه، اكثر عدد. تمام؟ يجي من بعدها المايكروفاجس. يعني هسه يقول لك يهو اكثر شيء شائع بالنسيج الضام الرخو، راح تقول له الفايبروبلاست، الاروما اللي فيه، خلايا الاروما اللي فيه. زين، يهو ثاني واحد من ناحيه الشهره والطشوش من ناحيه الشيوع هناك بالنسيج الضام الرخو، راح تقول المايكروفاجس، هي بالمرتبة الثانية. تمام؟ وآخر شيء يقول لي there are difficult to distinguish from fibroblast، إنه إحنا من الصعب إنه نميزها عن الفايبروبلاست، من الصعب إنه نميز هاي المايكروفاجس عن الأروما اللي فيه. ولكن شنو؟ إنه هاي شو راح تسوي؟ بريفورمينج باث فاجوسايتيك اكتيفيتي، من هاي الخليه مال مايكروفاجس شبيها تسوي فد فعاليات مال بلعمه. تمام؟ بريفورمينج تعرض لنا او تقدم لنا فاجوسايتيك اكتيفيتي، فد فعاليه شنو؟ بلعميه. اوكي؟ اند وهي راح تكون تحتوي على شنو؟ انجست ماتيريال ان ذير سايتوبلازم، يعني شنو؟ تحتوي على المواد المهضومة وين؟ داخل السيتوبلازم مالتها. فإذا أرد أجيب هنا اثنينهم، المايكروفاجس والفايبروبلاست، الأروما اللي فيها والبلاعم الكبيرة، أرد أقارن بيناتهم راح أشوف أنه صعب المقارنة. ولكن شنو؟ أكو شغلات تميز المايكروفاجس. أول شيء، المايكروفاجس بيها تقدم فعاليات بلعمة، تعرفون شو يعني؟ يعني تشوفها جاي تأكل المواد الغريبة وتحطهم ببطنها، تأكلهم، جاي تبتلعهم. فلذلك راح اعرف اميزهم، انه اشوف هاي جاي تبتلع بينما ديش ما جاي تبتلع. واضح؟ انه المايكروفاجس اذا اريد اميزها عن الفايبروبلاست، راح القى انه المايكروفاجس جاي تبتلع مواد غريبه. وكذلك اذا بوع السيتوبلازم المايكروفاجس، راح القى بي مواد مهضومه. تمام؟ بين مواد مهضومه، بينما الفايبروبلاست ما يحتوي عليها سوالف السيتوبلازم مالتها، لذلك عرفت اميز بيناتهم. فهاي الشغلتين من خلالهن اقدر اميز بين الفايبروبلاست، الاروما اللي فيه، وبين منو بعد؟ وبين المايكروفاجس، البلاعم الكبيره. زين، احنا قلنا عرفنا منشأ المايكروفاجس،
انه راح تتكون عندنا مونوسايتس وين بالدم، تمام؟ هاي المونوسايتس تنتشر اذا راحت هي بالدم. هسه شو اسمها مونوسايتس؟ نفرض راحت للنسيج الضام، شو نسميها؟ مايكروفاجس. زين، راحت الغير مكان، تمام، راح يتغير اسمها تسميه ثانيه بعد تصير، واضح؟ مثلا بالعظم يسموها اوستيوكلاست، تمام، هيك صارت. يعني ايش راح تسوي هاي الاوستيوكلاست؟ تاكل الخلايا العظميه القديمه التعبانه حتى تنتج خلايا جديده، واضح؟ طبعا اتوقع انه يعني بعض الاحيان الناس تعتقد انه العظام هي خلايا ميته، بالعكس كلش حيه، كلش حيه، مو حيه عاديه، لا كلش، يعني عندها فعاليات حيويه اكثر من هواي خلايا، واضح؟ فعندها هاي الاوستيوكلاست شو تسوي؟ تبتلع، تمام، هي مثل حالة حال المايكروفاجس، ولكن اسمها اختلف. ليش؟ لان مكانها مو نفس المكان، يعني هاي بالعظام وذيك بالنسيج الضام الرخو، فاكيد يختلف، تمام. فالاوستيوكلاست اسمها اختلف عن المايكروفاجس لان مكانها مختلف. شنو وظيفه الاوستيوكلاست؟ شنو وظيفتها؟ تبتلع الخلايا العظميه القديمه، واضح؟ انه الكبيره يعني صارت كبيره بعد، تمام، لازم تبتلعها حتى تنتج خلايا جديده. فهاي وظيفه المايكروفاجس اذا او المونوسايتس اذا راحت للعظام راح يكون اسمها اوستيوكلاست، وهيك يكون عملها، قلنا انه هي تبتلع الخلايا القديمه. فبهذا السلايد منطيني شنو الجدول هذا، يقول لي سيل تايب، نوع الخليه، والميجر لوكيشنز، المكان الاساسي. الى صراحه يعني هواي هن، وكل خليه وموقعها. يعني المونوسايتس انا قلت لكم على مكانها وين؟ بالدم، تمام، ظل تفتر بالدم بعدين تحول المناطق. الماكروفاجس عرفنا مكانها، وهم ضايف لي هواي، فمطولها طواله يعني صراحه، فصعب شويه نحفظهم. ف يعني ما ادري بعد شلون يحفظهم كلهم ذني، غير من ناخذ الكبد مثلا ندرس الخلايا الموجود بي، وناخذ العظام ناخذ الخلايا، بس هسه احنا من هسه نحفظ ذني كلهم بعد ما ادري، يعني اشوفها صعبه، فما راح احفظهم. نجي هسه اريد اوضح الشغله. عندنا احنا هسه اخذنا هواي انواع من الخلايا، اللي هي شنو هي؟ اخذنا اول شيء الفايبروبلاست والفايبروسايت والاديبوس سيل الدهنيه، واخر شيء اخذنا المايكروفاجس. هذني اللي اخذناهن اربعتهن يكونن فيكسد. شنو فيكسد؟ هاي المعلومه موجوده بالمحاضره يعني اصلا، بس انا لقيتها، انه ذني الاربع اللي اخذناهن يكونن فيكسد. شنو يعني فيكسد؟ يعني مو نشأن وصارن هسه بالنسيج الضام بعد ما يغادرن، ما يهاجرن، ما يرحن لغير مكان، يبقن، مو صارن بهذا المكان بعد يثبتن، فيكسد، ثابتات، واضح؟ هذني الاربعه. ولكن المايكروفاجس بيها شويه استثناءات، انه اوقات تروح تشرد ما تبقى، اوقات هاجر، لذلك فهي مو من نوع الفيكسد كلش، قسم من عندها فيكسد وقسم لا. هسه عرفنا انه ذني الانواع الاربعه يكونن فيكسد، تمام، بنسبه 100% باستثناء المايكروفاجس، مو دائما فيكسد، مو دائما ثابته بهذا المكان، احيانا تسوي مايجريشن وتهاجر، تمام. فهسه شنو عرفنا فكرتهن هاي، واضح؟ هسه الخلايا راح ندرسهن، هسه الخلايا اللي راح ندرسهن اللي هن راح يكونن ثلاثه، اي ثلاث خلايا هسه راح ندرس. هذني لا، راح يكون شنو؟ ذني يهاجرن فري، يسموهن فري، فيكسد بفري، هناك ثابتات وهنا لا، هنا يسوون مايجريشن، انه يهاجرن من مكان لمكان حسب فد اشارات توصل لهن، يا بغادرن روحن لهيش مكان، سيجنالز، واضح؟ تأشر لي يلا روحن، لا تبقن هنا. فهسه الأربعة اللي أخذناهن شنو كانن؟ فيكسد، وقلنا المايكروفاجس لا شوي استثناء أوقات ثلاثتين، بينما هسه راح ندرسهن الثلاثة لا، ذني كلهن شنو؟ ذني كل ساعة تلقاهن، كل فترة تلقاهن المكان، يعني حسب فد إشارات تجيني روحها من هذا المكان لهذا المكان، يرحم، تمام؟ وراح نبدي بهن وحدة وحدة. فنجي هسه المن للنوع الأول اللي هو الماست سيل. الماست سيل اللي هو راح تكون شنو؟ نورمال اليمنت، فعند عنصر طبيعي موجود وين؟
موجود بالconnective tissue. Usually غالبا شنو احيانا يكون closely associated with the blood vessel، يعني عنده ارتباط وثيق ويا من ويا الأوعية الدموية. Especially ذات خصوصا ويا من بالضبط بالأوعية الدموية الموجودة وين؟ بالسكن، سكن الجلد، وكذلك الدايجستيف and respiratory organs، يعني في الأعضاء ما الجهاز التنفسي والأعضاء ما الجهاز الهضمي. هذين المناطق الثلاثة، الجلد والأعضاء ما الجهاز التنفسي والأعضاء ما الجهاز الهضمي، ثلاثة نلقى بها هذا النوع من الخلايا. بعدين يقول mast cell are spherical cell، يعني شنو فد خلايا كروية، أوكي، تكون مليئة، أوكي، with fine regular dark staining basophilic granules. شنو يعني granules؟ يعني حبيبات، يعني يقصد إنه هاي الخلية القرصية الشكل أو كروية الشكل، كروية راح تكون شنو مليئة بالgranules، الحبيبات اللي راح تكون شنو fine، دقيقة ومنتظمة regular dark staining basophilic، يعني شنو بيزوفيلك؟ يعني فد مصبوغة، صبغة دارك مظلمة، تمام؟ بيزوفيلك هذا نوع الصبغة مالتها اللي تنصبغ بيها هاي الحبيبات اللي موجودة وين؟ موجودة بداخل الماستيل، واضح؟ بس الماستيل تحتوي بداخلها أو مملوءة بشنو هاي الماستيل؟ بحبيبات اللي هن الجرينولز، يكون دقيق، دقيقة هاي يعني دقيقة فاين، دقيقة، وكذلك ريجولر منتظمة ودارك ستينينج بيزوفيليك، يعني الصبغة مالتها نوع الصبغة راح يكون دارك مظلم. بعدها راح يتشيل على الوظيفة مالتها. خلني أسولفكم على وظيفتها أنا أول شيء. إنه هاي شنو شغلها هاي الماستيل، يعني إيش راح تصير فيها؟ شنو هي تحتوي بداخلها على شغلتين، ولو هي مو شغلتين هواي شغلات، بس المذكورات عندنا سنشفتين بس اثنين، اللي هن الهستامين والهيبارين. الهيبارين لابد انه سامعين بيه انه يمنع تخثر الدم، تمام، انتي كواغوليشن، تمام. والهستامين هسه راح نعرف شنو شغلته. طبعا هسه عرفني هو يصنع هذين الشغلتين، الماست سيل هي تصنع. شنو الفائده هسه صار صنعت؟ هي تصنعها وتخليها بداخلها، واضح، تصنعها وتخليها بداخل هاي الماست سيل، تصنع هاي المواد الثنين الهستامين والهيبارين وتخليهن بداخلها، واضح. من مثلا احنا نضرب مثال انه قرصتك بقة، تمام، البقة راح تدخل مالتها المادة الضارة او المال الحساسية، تمام، وين تروح هاي المادة؟ راح تروح على هاي الخلية، على الماست سيل، واضح. فهاي الماست سيل راح تنفتح، تنشق رأسا وتذب محتوياتها كلهم، يهن محتوياتها هستامين وهيبارين. هذا الهستامين من يروح للدم، من طلع حسن الخلية وراح للدم، ايش راح يسوي؟ راح يخربط الضغط التناضحي، بحيث شو يسوي؟ يزيد البيرمابوليتي، يعني النفاذية مالت الشعيرات الدموية والأوردة الصغيرة، وضحت؟ هسه جاي يسوي الهستامين، جاي يروح من تنشق هاي الخلية، جاي يطلع الهستامين من داخلها، وين يروح؟ للأوعية الدموية، راح يسوي فد خربطة بالضغط التناضحي، فيزيد النفاذية مالت منه، مالت الجدران، مالت الشعيرات الدموية والأوردة الصغيرة. هسه جاي يحكي بس فكرة، بعدها نقرأ السلايد. فهسه تخربط الضغط وزادت النفاذية، ايش راح يصير؟ طبعا راح يطلع الماي، من الماي اللي موجود بالوعاء الدموي، راح يطلع الماي اللي مخبوط المخبوط ويا الدم بفعل النفاذية اللي ماخذيها بالسادس فصل أول، راح شنو؟ راح يعبر هذا الماي من الأوعية الدموية ويطلع، وين يروح؟ راح يتجمع بين الخلايا، ايش راح يسوي لي؟ يسوي لي إديمة، اللي هي الوذمة يسموها، تمام؟ يعني مثل التورم. لذلك من قرصك البقر أصلا يصير مثل عندك مثل ارتفاع بجلدك ويصير أحمر، يعني شنو جاي هاي ورمتس؟ ليش؟ لأن الماي طلع من الوعاء الدموي وانحصر وين؟ بين الخلايا، فسوى لك انتفاخ بالجلد، واضح؟ هي هاي السالفة الجاية تصير. اجت البقة قرصتك، ادت الى شنو؟ انه هاي الخلية
هاي الماست سيل انشقت، طلع محتوياتها. من ضمن محتوياتها شنو؟ الهستامين. الهستامين شو يسوي؟ يروح للوعاء الدموي، سواء كان كابلاري او شنو، او وريد صغير، واضح؟ شو يسوي له؟ خربط النفاذيه مالته، يزيد النفاذيه مالته، انكريز ذا بيرموبيلتي، زيدها، وبالتالي طلع الماي من الاوعيه الدمويه. وين راح؟ يروح يتجمع بين الخلايا. زين، يتجمع بين الخلايا وش سوالي؟ سوالي مثل ورمه، تمام؟ يعني تورمت ايدي بس قطعه صغيره. طبعا الورمه راح تصير وين؟ بنفس المكان اللي قرصتني بيه الوقفه، ما تروح مثلا قرصتك بايدك تطلع برجلك، لا، او اكيد نفس المكان راح تطلع بيه. هاي اللي يسموها ايدما، اللي هي الوذمه، تمام؟ يعني احنا شايفين من تنقرص البقر اسن، ينفخ المكان. بس هاي الفكره هي بالضبط، واضح؟ راح نجي هسه وراها نقرا السلايد. بس يقول الماس سيل سينثيسايز، يعني شنو؟ تصنع، وكذلك ريليز، تحرر. شو تحرر؟ الهستامين والميثان الهيبارين، اثنيناتهم تصنعهم وتضمهم جواها، وبعدين راح تحررهم. انه يقول ذير لوكيشن راح تكون، وين تقع هي؟ وين تقع؟ تكون قريبه من الاوعيه الدمويه والكابلاري، تمام؟ نير قريبه من السمول بلاد فازل، الاوعيه الدمويه الصغيره، وكذلك الكابلاري، الشعيرات الدمويه. اللوز ديم راح تسمح لها تو بريفورم نيوميروس ديفينسيف، يعني شنو يعني ديفينسيف فانكشن؟ يعني شنو؟ يعني فد تخليها تقدم فد العديد من الوظائف الدفاعيه، تمام؟ اكسبوجر التعرض مالت هاي الخلايا لمن الارجينز، يعني مسببات مال حساسيه. ايش راح يسوي هذا اذا تعرضت هاي الخلايا الى مسببات مال حساسيه مثل البقه؟ يعني مثل ما ضربنا مثال، ايش راح تسبب لي رابد ريليز اوف هيستامين، تمام؟ راح تسبب لي تحرر سريع بالهستامين من هاي الخلية رأساً. أول ما يجي المسبب من الحساسية رأساً راح شنو؟ يتحرر الهستامين، وكذلك المواد الأخرى، اللي المواد الكيميائية الأخرى اللي لها علاقة أو تأثر على الأوعية الدموية اللي موجودة قريبة منها. أوكي، فهذا الهستامين راح شنو؟ راح يكون فد ميدييتر، يعني فد وسيط المن للالتهاب. إيش راح يسوي؟ راح يسبب لي توسع dilutation، اوكي، او dilutation of blood vessel، يعني شنو؟ توسع بيمن بالاوعيه الدمويه اللي موجوده. يا هذا سواها هيستامين، وبالتالي سوالي increases، زياده بيمن بال permeability of capillaries، يعني شنو؟ زيت لي النفاذيه مالت الجدران مال الكابلري الاوعيه الدمويه، وكذلك وياها شنو؟ الفينولز. فينولز يعني مصغر كلمة veins، يعني مصغر كلمة أوردة، إنه معناها أوردة صغيرة. فالأوردة الصغيرة والشعرات الدموية شبيهن البيرموبيلتي مالتها راح تزداد نتيجة التوسع اللي صار بالجدران مالتها، تمام؟ فبالتالي راح يطلع الماي، أوكي، راح تسوي لي local edema اللي هي الوذمة، راح تكون محلية، يعني شنو يعني؟ نفس المكان، وين مكان قرصتك في البقرة راح تطلع بيها، واضح؟ وكذلك راح تسبب الهجرة، المايجريشن مالت منو؟ مالت الوايت بلاد سيل اللي هن اليوكوسايتس، خلايا الدم البيض، من السيركليشن، من الدورة الدموية، تمام؟ من هذا الوريد راح تطلع من عنده، تهاجر من عنده خلايا الدم البيض، واضح؟ بعدها يقول الهستامين نفسه انه ممكن انه يسبب لي فد علامات واعراض، واضح؟ لفرط الحساسية hyper sensitive، يعني شنو؟ فرط الحساسية كرد فعل إيه راح تعطيني شنو أعراض هواي بسبب هذا الهستامين. بينما شنو الهيبارين شو يسوي؟ هاي نعرفها، يعمل على شنو؟ يمنع تخثر الدم. هو طبعا فراح يكون شنو؟ act locally محليا as weak anticoagulants، واضح؟ فد مضاد التخثر، بس لكن شنو؟ ضعيف هو طبعا، ويك، واضح؟ ولوكال يهم محلي، يعني بنفس المكان، فمو يروح يشتغل على غير مكان، نفس المكان. فهسه عرفنا شنو وظيفة هاي، شنو شغل هاي الخلية جاي يصير بيها، وشنو تحتوي، وشنو وظائف محتوياتها اللي هن الهستامين والهيبارين. نجي هسه
للنوع الثاني من الخلايا اللي تكون شنو فري، اللي تروح وتجي، تمام، اللي مو دائما ثابته بالنسيج الضام. يقول arise from the شنو lymphocytes، انه هي المنشأ مالتها منين؟ هاي البلازما سيل، نجي نحكي على البلازما سيل، المنشأ مالتها منين؟ من الليمفوسايتس، من الخلايا الليمفاويه اللي تشبيها اللي تهاجر وين؟ لل شو اسمه النسيج الضام، migrate into the connective tissue. واضح؟ ذي سيل هاي الخلايا تحتوي على شنو؟ فالتوسع او العفو توزيع واسع، واضح؟ متوزعه او منتشره بشكل واسع بالجسم، وايد يعني بشكل واسع، distribution يعني التوزيع مالتها او الانتشار مالتها يكون على مدى واسع. هاي الخلايا اللي هي البلازما سيل، واضح؟ they are specially found in greatest abundance in the loose connective tissue and the lymphatic tissue. مالت منو؟ مالت respiratory and digestive tracts. شنو يعني؟ خلي اوضحها خاصه ولو هي ما بيها شيء. يقول انه هي هاي البلازما بتكون بشكل خاص especially وين موجوده؟ found in موجوده وين؟ بشكل يعني بوفره كثيره، greatest abundance يعني باعداد كبيره، بكميات كبيره. وين؟ بالنسيج الضام اللي يكون رخو، loose connective tissue، وكذلك بالنسيج الليمفاوي، lymphatic تشو. مالت منو؟ مالت يا جهاز، مالت الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، تمام؟ respectively يعني على التوالي، يقصد انه اول شيء على شو اسمه الريسبيراتوري، وبعدين شنو على الدايجستيف، الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. واضح؟ هي هاي المكانات اللي تركز بيها البلازما سيل، خلايا البلازميه يسموها، كل المعظمين بالسادس طبعا احنا. واضح؟ يقول they synthesized يعني شنو تنتج او تصنع، وكذلك شنو secrete يعني تفرز، يعني تصنع وتفرز. شو تفرز؟ الانتيبوديز، الاجسام المضاده ذات destroy اللي تكسر او تحطم، تمام، او تدمر specific antigens يعني تدمر لفد مستضادات خاصه، تمام، وكذلك الديفند يعني الدافع عن من؟ عن الجسم ضد الانفكشنز، ضد البكتيريا. هي الانتيبوديز، اوكي، اللي هي الاجسام المضاده اللي هو جاي يصنعها لي البلازما سيل اللي موجوده وين؟ بال loose connective tissue and lymphatic tissue. بالنسبه وين؟ للrespiratory طبعا والdigestive tract، جهاز التنفسي وجهاز الهضمي. هاي وظيفتها، هذا موقعها ومنشأها ذكرناه. طبعا منشأها شنو بأول سطر ذكرناه منين منشأها؟ من الليمفاتيك أو عفوا الليمفوسايتس، من الليمفوسايتس اللي تهاجر للكونكتيف تشو. واضح؟ نجي هسه المال ليوكوسايتس. ليوكوسايتس اللي هي كريات الدم، خلايا الدم البيض، اللي هن نوعين، نيوتروفيلز واليوسينوفيلز. اوكي، اسمها شويه صعب. المهم هاي الانواع مالتهن اللي ناخذيها احنا طبعا، انه العتله والحمضه شنو اذا تذكرون بالعربي، بس هسه عندنا شغلنا انجليزي. عموما هاي انواع الخلايا الثنين مال خلايا الدم البيض، شبيه يقول لك مايجريت تهاجر فروم بلاد فازلز، هي موقعها بالبلاد فازل والكابلاري والشعيرات الدمويه، ولكن شنو راح تغادر وين؟ تروح للكونكتيف تشيو، تمام. ذير مين فانكشن، وظيفتها الاساسيه الدافع عن الجسم، اوكي، الاورجانيزم الكائن الحي، اجينست ضد منه؟ البكتيريال انفيجن، ضد الغزو البكتيري. شكو هجوم بكتيري هي تواجهه، وكذلك الفورن ماترز يعني شنو ماتر يعني المواد الغريبه، شكو ماده غريبه تهاجمنا هي الدافع عنه، تمام. ويقول انه هي راح تتوسط الاستجابه المناعيه، يعني لها دور كلش كبير بعمليه الاستجابه المناعيه، الاميون ريسبونس، تمام. استجابه لمن؟ للانتيجينز، للمستضادات اللي دخلتني، الاجسام الغريبه اللي دخلت للجسم مالتي، انتر ذات انتر ذيس اورجين، تمام.
and once activated يعني بمجرد انه هي تتفعل اول ما تتفعل تصير نشطه هاي الخلايا ايش راح تسوي راح تنتج لي انتي بودي شنو هنا انتي بودي اللي هنا الاسام المضاده وايش راح تسوي راح تقتل الفيروس بواسطه شنو بواسطه فد عمليه يسموها موت الخلايا المبرمج تمام اللي يسموها بالانجليزي ابوتيسز ابوبتوسس ما اعرف لفظها صراحة عموما عرفنا شو شغلها انه تصنع لي الانتيبودي وتقتل الفيروسات بهاي عملية الموت الخلايا المبرمج بعملية هاي العملية اسمها شنو؟ لا ابوبتوسس تمام؟ نفضح شوي شان صعب علي يقول ورا ما خلصنا هسه انواع الخلايا كلها راح يجي يعطيني في المعلومه حكيت لكم سابقا انه الفايبروبلاست اند الاديبوس سيلز اوكي هاي راح تكون موجوده يعني بشكل دائم يعني مقيمه بالكونكتيف تيشو هي الفايبروبلاست والاديبوس تيشو او الاديبوس سيل الخلايا الدهنيه والرومات اللي فيه تمام راح يكون شنو يعني ماخذات اقامه وكذلك جزء من المايكروفاجس ولكن ما ذكرها اعتبر المايكروفاجس كلها من النوع الثاني عموما هسه النوع الاول هذا نشبيهن راح يكونن ماخذات اقامه دائميه وين بالكونكتيف تيشو يعني موجودات دائما بالكونكتيف تيشو بينما خلايا الدم البيض بكل انواعها وكذلك البلازما سيل والماست سيل كلهن ذن الخلايا البلازميه والخلايا الماست سيل كلهن ذني والمايكروفاجس طبعا وياها المايكروفاجس اللي هي البلاعم الكبيره كلهن يهاجرن من الدم ويجن للنسيج الضام يعني هن مو اصلهن بالنسيج الضام لا يجن لفوا يعني واضح يعني هن مو اصلهن مو من الاصل مثل عندك اول اثنين قلناهن اللي هن الفايبروبلاست والاديبوس سيل هذني لا هذني عندهم إقامة دائمية دائما موجودات بالجسم دائما موجودات ما يطلعن بينما هذني اللي هنا كرات دم الحمر والبلازما سيل والماست سيل والمايكروفاجس راح تكون شنو تكون تهاجر من الدم وتروح وين للنسيج الضام وبالعكس واضح تمام فيقول شنو مايجريت فروم ذا بلاد راح تهاجر من البلاد فيزل من الأوعية الدموية اوكي وراح تاخذ اقامه تمام وين بال شو اسمه الكونكتيف تيشو اوف ديفرنت ريجن اوف ذا بودي في مناطق مختلفه من الجسم اللي احنا الكونكتيف تيشو مو بمكان منطقه واحده بالجسم منتشر بالجسم كله فهي حسب المكان اللي يناسبها تروح له فعموما ايش ناخذ من هاي الفقره انه عندنا انواع من الخلايا تكون فيكسد ثابته اللي هي الفايبروبلاست والاديبوس تيشو واضح وطبعا نوعا ما المايكروفاجس هم وياها بس مو كلش يعني هي احيانا تهاجر فعموما ذن النوع بشكل اساسي اللي هنا الفايبروبلاست والاديبوس تيشو دائما يكون ثابتات بنسيج الضام ما يتحركن ما يتزحزحن بينما الخلايا الدم البيض والخلايا البلازميه والماست سيل والمايكروفاجس هذن شبيهن يهاجرن ويغادرن ويرحن وين بالاوعيه الدمويه ويرجعن لنسيج الضام وينتقلن بكيفهن يعني حسب فد سيجنلز إشارات تجي هنا يقول هذا روحاً الهجمة كان يرحل واضح وهذا الفرق بين هاي المجموعتين بالإستاذ اللي بعد منطيني خوش صور يعني اللي هن رقم واحد يعني إذا نمشي بالترتيب أو يعني مثل رقم واحد شو منطيني هو فايبروبلاست إيه فايبروبلاست اللي هي مثل ما تشوفون شكلها هاي الأروما اللي فيه تمام وعندنا الرقم ستة الفايبروسايت شوفوها جواها نفس ال راح تكون شنو تكون كلش صغيرة مقارنة به هنا أصغر بهواي واضح ورقم اثنين مطين بلازما سيل ورقم ثلاثة بلازما سيل عفوا بلازما سيل مثل ما تشوفونها يعني النواة مالتها مو مركزية كلش وإنما لا شوي محيطية مو كلش يعني بينما الأديبوس تيشو أو الأديبوس سيل الأنسج الخلية الدهنية شوفوا نواتها وين كلش بالطرف زي راح تقولي هاي الفتحة بالنص شنو لكم هو هذا التجويف اللي حكيت به وقلت إنه راح يطلع الدهن هنا راح يخلي هذا المكان الفراغ اللي بالأديبوس سيل هو هذا المكان اللي راح يحط به الدهون الفات تمام راح تقول ليش طالع ابيض هيك لان اقول لكم لان
تحت الميكروسكوب من نصبغ بهاي الصبغة ما راح يبين عندنا الدهن دائما تمام، يعني إلا نستخدم صبغات خاصة يلا يبين، فهسه حاليا ما مبين. والبقية هم حاط لك اياه يعني، هو كل رقم كل صورة وعفو كل خلية وصورة الميكروفيجوس عندكم والماستير وغيرها تمام. يعني بالعمل اتوقع موضحات اكثر بس انس حلوات ما بيها شيء. نجي هسه الفايبرز كومبوننتس اوف ذا كونكتيف تيشو، يعني المكونات اللي فيه ما يعني الالياف اللي موجوده بالكونكتيف تيشو. يقول لك عندنا ثلاث انواع مميزه ديستينكتيف تايبس، انواع مميزه من الكونكتيف تيشو فايبرز، من الالياف الموجوده بالكونكتيف تيشو اللي هي الكولاجين اول شيء، واللاستيك يعني شنو الالياف اللي تكون مرنه، وكذلك الشبكيه الريتيكولار. واضح يقول لك ذا اماونت، راح نجي طبعا واحده واحده هسه. يقول ذا اماونت الكميه وكذلك الارنجمنت الترتيب مال كل واحد من هاي الفايبرز يعتمد على يمن على الفانكشن اوف ذا تيشوز، يعني على الـ على الفانكشن الوظيفه مالت النسيج او الـ او الـ او الجسم العضو الاورجن اورجنز الاعضاء اللي موجوده بها هاي الالياف. فهسه اذا يقول لك شو اسمه ايش قد على ماذا تعتمد الاماونت الكميه والارنجمنت مالت الفايبرز، كميه الفايبرز وترتيبها يعتمد على شنو؟ يعتمد على الفانكشن اللي يؤدي الوظيفه اللي تؤديها التيشيو الانسجه وكذلك الاورجنز الاعضاء اللي موجوده بها هاي الالياف تمام. فهسه عرفنا هذا الاعتماديه انه ذني الكميه والترتيب مال هاي الفايبرز يعتمد على يمن على الاعضاء على الوظيفه مال الاعضاء والانسجه اللي موجوده هي بهن تمام. فيقول الفايبروبلاست هاي الاروما اللي فيه شو تسوي؟ تصنع الكولاجين والالاستيك اند ريتيكولار فايبرز. يعني اذا قلت لك هو اللي من شنو منشئهن ذني الثلاثه الكولاجين والالاستيك والريتيكولار فايبرز، تقول له الفايبروبلاست الاروما اللي فيه هي اللي تسويهن تمام. يقول the primary function الوظيفة الأساسية تمام، الوظيفة الأساسية ما رد ذني المكونات اللي فيه ذني الثلاثة اللي هنا نسميهن fibrous components تمام. within the connective tissue شنو وظيفتهن داخل النسيج الضام؟ أول شيء provide strength يعني تنطي للنسيج قوة، وكذلك resistance to stretching and deformation. شنو يعني؟ تنطي للنسيج قوة أول شيء، وبعدين شنو؟ تمنع أو تقاوم تمام، تقاوم الشد او التمدد او التشوه اللي ممكن يصير. يعني انا من اضغط على نسيج الضام واسحبه اعدته ممكن انه شو يصير بي؟ يتمدد بيدي تمام او يتشوه. لا، ولكن هاي الفايبرز تمنع هذا الشيء، ما تخليه يتشوه، ما تخليه يتمدد زايد. واضح؟ يعني هسه اذنك تقدر تمدها حد ما تقطعها؟ لا، انت صح بيها الياف مرنه اوكي الاستيك فايبرز، ولكن هم ما تقدر تشوهها، جاي ترجع الى شكلها الطبيعي. ليش؟ طبعا لان اكو كولاجين فايبر وياها جاي يساعدها انه شنو ما يخليك انه تشلعها زايد، ما يخليك انه تشوه شكلها، لا يرجع شكلها طبيعي، لان النسيج العفو الالياف الموجوده طبعا هي مرنه، يعني تخليك تحركها ولكن مو بالدرجه اللي تخليك كلش تقطعها. واضح؟ فسيج جاي تسوي هاي الالياف شنو وظيفتها بشكل اساسي؟ تنطي قوه للتركيب مثل الخشب، مثل ما تشوفون قوي الخشب تمام، نوعا ما قوي. وكذلك شنو؟ يقاوم الستريتشنج التمدد اللي ممكن يصير به، يعني من تعدته اوكي، وكذلك تشوه، ما يصير بتشوه، مش ما تعصر خشمك راح يرجع الى وضعه الطبيعي، اذنك كذلك ترجع لوضعها الطبيعي، بس هو مو تمردها مرد، لا بس قصده انه هاي الالياف تمنع شنو؟ دي فورميشن، التشوه او التغير بالشكل، تمنع ما تخلي الشكل يتغير. واضح؟ تخليه ثابت. الفقرة الأخيرة بهذا الأستاذ يقول the mechanical and physical properties، الخصائص الميكانيكية وكذلك الفيزيائية مالت هاي الفايبرز كومبوننتس اللي موجودة بالنتيج مال هاي الألياف مال هاي الفايبرز كومبوننت، يعني مال المركبات أو المكونات اللي فيها اللي موجودة وين؟ بالكونكتيف تيشو بالنسيج الضام. ايش بيها ذني الخصائص مالتها؟ ايش بيها خصائص الفيزيائية والميكانيكية؟ برايمرلي ديبيند اون، بشكل اساسي تعتمد على اليمن على الميكستشر الخليط او المزيج مال الفايبرز اللي موجود وين؟ بالاكسترا سيلولار ماتريكس. واضح شنو يعني؟ يعني الخليط او المزيج مال هاي الفايبرز اللي موجود وين؟ بالماتريكس اوكي، هو اللي يحدد لي الخصائص الفيزيائيه والميكانيكيه
اوكي مال هاي المكونات واضح. بس ايش يقول نعيدها؟ يقول ميكانيكال اند فيزيكال بروبرتيز، الخصائص الكيميائية الخصائص الميكانيكية والفيزيائية مالت هاي الفايبرز كومبوننت مال المكونات اللي فيها اللي موجودة بالكونكتيف تيشو برايمري ديبيند اون، تعتمد بشكل اساسي على اليمن عن الميكستشر، عن المزيج مالت الفايبرز مال الالياف اللي موجود وين ان ذا اكسترا سيلولر ماتريكس، بالماتريكس اللي حكينا عنها هواي بالمحاضرة الثانية. زين هسه عرفنا على اليمن تعتمد بشكل اساسي، وكذلك على اليمن تعتمد وياها انت شنو عن الهيمنة او النوع اللي جاي يسود. تمام، يعني يا نوع اكثر موجود الكولاجين هو الموجود باكثر شيء، لو الالاستيك هو الموجود اكثر شيء، لو الريتيكولر هو الموجود اكثر شيء بهاي المنطقه. هنا طبعا لازم يكون متواجد ثلاث تنسويه، ولكن من المسيطر؟ يعني عندك بالاذن هو المسيطر، الالاستيك طبعا المرن، واضح. فهيك صار السالفه الالاستيك، فيقول لك انه البريدومينانس، البريدومينانس يعني الهيمنه هو اللي ماخذ اكثر، هو اللي له شعبيه كبرى بالمنطقه اللي جاي نحكي عنها سواء كانت اذن او غيرها. تمام، الهيمنه مالت اني نوع، اني سنجل فايبرز تايب، اي نوع واحد من من الالياف، سواء كان سواء كان شنو كولاجين او الاستيك او ريتيكولر، شبكي او مرن او كولاجين، واضح. نجي هسه للأول نوع من الألياف اللي هو الكولاجين فايبر. تمام، طبعا هو عدة أنواع. نبدأ شي يقول الكولاجين فايبر آر تف، تف يعني قاسي، ثيك يعني شنو يعني سميك، فايبرز بروتين عبارة عن بروتين ليفي قاسي وسميك. تمام، راح يكون شنو دونت برانش يعني شنو غير متفرع، واضح. they are the most abundant abundant fibers يعني شنو هو راح يكون اكثر واحد كميته عاليه. تمام، يعني وفير موجود بكثره، يعني اقصد هذا الكولاجين فايبر موجود بكثره اكثر من جماعه البقيه اللي هن الريتيكولر واللاستيك فايبر، واضح. شيء يكمل and are found، وهو يوجد تقريبا وين في كل، تمام، كل الكونكتيف تيشو مال كل الاعضاء، all origin يعني شكو عضو بالجسم تجي الكونكتيف مالته للكونكتيف تيشو مالته تلقى بي كولاجين فايبر، لازم، واضح. كلين يحتوون على الكولاجين فايبر ولكن اكيد بنسب مختلفه، وراح نجي هسه ناخذ انواعه. تمام، انواع الكولاجين فايبر. نجي هسه للنوع الاول من الكولاجين فايبر، تايب 1 كولاجين فايبر، واضح. عندنا شيء يقول these are the most common fiber، يعني شنو هذا اكثر واحد common، اكثر واحد شائع بهن. تمام، and are found in the dermis، موجود وين بالادمه مالت الجلد. تمام، اسمها dermis of skin، واضح. وكذلك اسمهن tendons، tendons اللي هي الاربطه، والليجامنتس اللي هي الاوتار. تمام، وكذلك الفيشيا، الفيشيا عبارة عن كونكتيف تيشو. تمام، راح ناخذها هواي يعني هاي بالتشريح كلش هواي، انه هي تكون نوعين طبعا، يا اما سوبر فيشيال فيشيا يا اما ديب فيشيا. سوبر فيشيال فيشيا يعني من اسمها سوبر فيشيال يعني السطحية. تمام، بينما ديب فيشيا هي راح تكون شنو، هاي تحيط، تكون بتماس مباشر ويا العضلات، يعني تحيط العضلات، تجمع لي الالياف مال العضلات. تمام، وراح ناخذها طبعا بكل مكان لها تسميه خاصه وهوسه عموما، فس احنا ما لنا علاقه بس مجرد نحفظها هسه وعرفنا شنو فكرتها. وكذلك يقول فايبرو كاتلج، يعني شنو فايبرو كاتلج؟ يعني عباره عن غضاريف وياها الياف. تمام، موجوده بها هاي الكولاجين فايبر. وكذلك الكابسولز، الاغلفه يعني، او الكبسول بعد اسمها الكبسوله يعني مالت الغلاف مال الاعضاء، يعني شكو عضو الغلاف مالته راح نلقاه يحتوي على النوع الاول من هذا الفايبرز الكولاجين فايبر. تمام، وكذلك العظام، واضح. ويقول لك اخر شيء they are very strong، راح تكون كلش قويه، واضح، راح تعطيني great resistance يعني شنو في المقاومه قويه المن للضغط اللي ممكن يصير عليها، او الجهد مال الشد، واضح. ايش قد ما يصير عليها شد
هي راح تقاوم، واضح. النوع الثاني من الكولاجين راح يقول شنو، there are present in hyaline cartilage. hyaline cartilage نوع من الغضاريف اسمه hyaline cartilage. انا هذا حاكي عنه ما ادري اسشن بالبدايه، موضح عنه فد فكره. موجود هذا بالمفاصل يمكن تقريبا اكثر شيء، يكون كلش صلب، نوع من الغضاريف يكون اصلب شيء هو، تمام. راح ناخذ بالسيشنات الجايه كلها بالتفصيل. عموما انه هسه لازم تحطون ببالكم مجرد انه الهيالان كاتلج يحتوي على النوع الثاني الكولاجين، تمام. وكذلك وين بعد باللاستيك كاتلج اكو فد نوع من الكاتلج اللي هي الغضاريف تكون مرنه غير الهيالان. هسه الهيالان عرفناها انه هي تكون صلبه، زجاجيه صلبه، بينما الالاستيك كارتليج راح تكون شنو، مرنة، وكذلك تحتوي على النوع الثاني من الكولاجين، تمام. and in vitreous body of the eye. هذا تذكرته إذا تذكرونه يعني بالفيزياء أخذنا aqueous humor وفيتريس هيومر، او نقول فيتريس بودي اللي هو الجسم الزجاجي، تمام، اللي موجود بالعدس بالعين، تمام. فهذا الفيتريس بودي او الفيتريس هيومر نفس الشيء، هذا السائل الزجاجي راح يحتوي على الياف، تمام. هاي الالياف يا نوع الثاني للكولاجين اللي موجود بالعين. اذا تذكرون اخذناه بالفيزياء محاضره 2 بالسيشن الاول او بالسمستر الاول، واضح. هسه عرفنا الاماكن اللي جاي يكون بيها هذا النوع الثاني. نعيدهن، اول شيء بالهيالان كاتلج، واضح، وثاني شيء باللاستيك كاتلج، واضح. كاتلج يعني النوع الثاني من الغضاريف اللي هو المرن، وكذلك بالجسم الزجاجي او يسمونه فيتريوس هيومر او فيتريوس بودي مالت منو، مالت العين. الوظيفه مالت هذا النوع من الالياف يقول لك ذا فايبرز، هاي الالياف بروفايد راح توفر لي مقاومه ريزيستنس المن للبرجر للضغط، ايش قد ما تضغط عليها هي راح تقدر تتحمل وتقاومك، تمام. نجي هسه النوع الثالث من الكولاجين تايب 3، اوكي، كولاجين فايبرز. يقول ذيس ار ذا ثين برانشينج ريتيكولار فايبرز. فد هي هذا نوع من الالياف راح تكون شنو، الياف شبكيه متفرعه ورقيقه، تمام. ذات فورم راح تشكل لي شنو، شبكه داعمة ودقيقة، أوكي، وين؟ طبعاً مش ورك يعني شنو؟ شبكة supporting داعمة، أوكي، تدع يعني تشكل عنصر دعم، أوكي، وين؟ in such organs يعني بالأعضاء، تمام؟ مثل يا أعضاء مثل lymph node يعني شنو، العقد الليمفاوية، وكذلك السبلين اللي هو الطحال، وكذلك البون مارو يعني بون مارو اللي هو النخاع العظم، كلها موجودة بهن هاي هذا النوع من الكولاجين الثالث يعني. where they form راح تشكل لي the main extracellular matrix، راح تشكل لي الماتريكس المين الرئيسي اللي راح شو يسوي، support راح يعني الدعم، تمام، راح يعني يدعم، تمام، the cell of these organs يدعم لي الخلايا مالت هاي الأعضاء اللي عددناهن اللي هن lymph nodes، سبلين طحال، وكذلك bone marrow نخاع العظم. وآخر نوع من الكولاجين فايبر راح يكون هو طبعا اللي هو النوع الرابع، هذا طبعا حاكين عنه احنا سابقا بالسيشن الثاني بدايته إذا الله ما تذبني، أول ما بدينا بالنسيج الظهاري حكينا عن الغشاء القاعدي. عموما يقول العفوذيس ار بريزنت از ميشورك، راح يكون بشكل شبكه، وين؟ بالبيز اللامينا. البيز اللامينا هي عباره عن الجزء العلوي من البيزل بيزمنت، عفوا، من البيزمنت ممبرين. بيزمنت ممبرين هو الغشاء القاعدي، الجزء العلوي من عنده يسمونه بيز اللامينا. هذا البيز اللامينا يحتوي على شبكه من الالياف مالت الكولاجين النوع الرابع، واضح؟ To which the basal region، اوكي، بالاماكن القاعدية، تماكن المناطق او الاماكن القاعدية من السيل راح ترتبط
أوكي، حيث الأماكن القاعدية من الخلايا راح ترتبط ويا من؟ ويا الهيميدسموزومز. الهيميدسموزوم التاج يعني تتصل ويا الهيميدسموزوم اللي هو عبارة عن جكشن، عبارة عن رابط، أوكي، يربط بين منو؟ يربط الخلايا ويا من؟ يربط الخلايا ويا الغشاء القاعدي، تمام؟ هذا الهيميدسموزوم حكينا عنه هواي بالمحاضرات السابقة، محاضرة واحدة حكينا عنه، محاضرة الثانية من السيشن الثاني هيش أتوقع حكينا عن الهيميدسموزوم، عبارة عن جكشن. إحنا كان عندنا 4 جكاشن يمكن أو 5، هو النوع الأخير. عموما هو هذا موجود وين؟ موجود بين الخلايا وبين الغشاء القاعدي، يربطهن سوية، تمام؟ فالبيض اللمنة اللي راح تربط وياه مش تحتوي على الكولاجين فايبر، يا نوع الرابع، واضح؟ نجي هسه للنوع الثاني من الفايبر بعد ما كملنا الكولاجين بكل أنواعه، تمام؟ هسه هذا راح ناخذ الريتيكولر فايبرز اللي هن الألياف الشبكية، راح تكون نوع واحد ما بي أنواعه يعني. عموما يقول consist تتكون، تمام؟ mainly بشكل أساسي من شنو؟ من النوع الثالث من الكولاجين. فإذا أقول لك شنو منشأها تقول لي النوع الثالث من الكولاجين، أوكي. إذا أقول لك شنو وظيفة النوع الثالث من الكولاجين تقول لي إنتاج الريتيكولر فايبرز، واضح؟ الألياف الشبكية اللي راح تكون thin رقيقة وتتكون على شكل شنو؟ delicate knit like support for، يعني شنو يعني قصده؟ راح تتكون على شكل شبكة دقيقة، أوكي، وداعمة، تمام؟ يعني توفر لي supporting، تمام؟ وين؟ liver الكبد والlymph node، يعني شنو؟ lymph nodes يعني العقد الليمفاوية، السبلين اللي هو الطحال، والhemobotic organs اللي هن يعني الأجزاء اللي تكون الدم، مكونات مال الدم، تمام؟ مكونات مال الدم. كلهن ذني هن موجودات بيها، موجودات هذا هاي الأجزاء اللي عددتهن كلهن يحتوون على reticular fibers. وكذلك وين يقع and other location، في مواقع أخرى where، حيث وشنو؟ حيث إنه blood والlymph are filtered، يعني شنو filtered؟ يعني شنو يتصفى، وين الأماكن اللي يتصفى بيها الدم والليمف؟ راح نلقى كذلك فد الياف شبيهن شبكية، الياف الشبكية هي راح تصفي للدم، تمام؟ في هاي الأماكن الموجودة بيها. يكمل يقول لي إنه هاي الريتيكولار فايبرز آر سبورتد، شنو تدعم هاي الريتيكولار فايبرز الألياف الشبكية؟ إيش تدعم؟ تدعم الكابلاريز، الأوعية الدموية الشعرية أو الشعيرات الدموية، وكذلك النيرفز تدعم الأعصاب، وكذلك تدعم شنو؟ الخلايا العضلية مصل سيل، واضح؟ these fibers هاي الأعصاب أو العفو هاي الألياف الشبكية become visible ستصبح شنو؟ تكون مرئية فقط عندما شنو؟ only when the tissue أو الأورجن العضو أو النسيج أو العضو شبيهن نصبغهن أو يعني stained اللي اطخن بيمن silver stain. يعني أنا من أجيب البايوبسي وقطعها وحطها تحت المجهر، أوكي، ما أشوف هاي الريتيكولار فايبر إلا في حالة واحدة، إلا إذا صبغتها، صبغت هاي البايوبسي، إلا إذا صبغت هاي القطع اللي قصصتها من البايوبسي بيمن بنوع من الصبغات يسمونه silver stain، واضح؟ يمتى تكون واضحة؟ يمتى تكون فيزيبل تحت المجهر هاي الريتيكولار فايبرز؟ في حال صبغنا شنو هاي السكشن، هاي القطعة، تمام، بيمن بسيلفر ستين، يعني عبارة عن صبغة فضية، واضح؟ نصبغها فراح تبين، فنقدر نشوفها تحت المجهر. وإذا صبغنا بغير صبغة لا ما راح نشوف، واضح؟ ما راح تبين، يعني يطلع مكان أبيض ما يبين. نجي هسه للألياف المرنة elastic fibers، تمام؟ هي عبارة عن ألياف متفرعة وصغيرة ورقيقة، thin رقيقة، small صغيرة، branching متفرعة، هاي الألياف، تمام؟ يقول that are capable، عندها قابلية of stretching، يعني شنو؟ إنه تتمدد، نقدر نسحبها، تمام؟
نقدر يعني من إذنك نجرها تجي بيدك عادي، وكذلك عندها قابلية إنه شنو returning، يعني شنو ترجع إلى شكلها الطبيعي، okay to their original length، يعني شنو إذنك نجرها راح تنجر، معناها عندها stretching، زين هدها راح تصير ترجع إلى شكلها الطبيعي returning، تمام؟ they have less، يعني عندها شنو عندها فد قوة الشد مالتها، إنه قابلية أنت قد تقدر تشدها، قابل يعني قوتها قوة الشد مالتها تكون أقل من الكولاجين فايبر. يعني هسه الكولاجين فايبر إحنا عرفنا إنه هو قوي، ولكن هذا أضعف قوته أضعف، تمام؟ مو مثل القوة، والدليل إنك أنت ما تقدر تعدها قوي، إذا عديتها قوي تجي بيدك تنشلع. يعني ليش؟ لأن ما بيها كولاجين فايبر هواي، وإنما بيها إلاستيك فايبر، وقلنا إنه الإلاستيك فايبر قوتها قوة الشد عندها قليلة، تمام؟ ما تتحمل هواي شد. يكمل يقول R composed، تتكون من شنو هاي الإلاستيك فايبرز؟ تتكون من مايكرو فايبرز، يعني شنو ألياف دقيقة، وكذلك بروتين إلاستين، تمام؟ هالبروتين والألياف هن اللي يكونن، هي تجمعن ينطني إلاستيك فايبر. يقول when stretched elastic fiber return to their origin size recoil، يعني شنو؟ يعني انه انت بنسحبتها من اجت بايدك، من تسحب الاذن تتمدد عادي بايدك، تصير بيها stretching، واضح؟ شو بيها؟ شو راح يصير بعدها؟ انه هي نفسها راح شنو يصير بيها؟ return، راح ترجع الى شنو؟ راح ترجع، ترجع الى شنو؟ الى شكلها، الى حجمها الطبيعي، their original سايز، تمام؟ انه انت من تسحبها راح تتمدد بيدك عادي تجي، ولكن من تهدها راح ترجع الى طبيعي، الى وضعها الطبيعي، الى حجمها الطبيعي الاصلي، تمام؟ هاي العملية اسمها ريكويل، تمام؟ انه انت سحبتها ورجعت الى وضعها الطبيعي without any deformation، شنو يعني بدون تشوه؟ يعني انت من سحبتها ورجعتها، سحبتها سحبة عادية وما انت تريد تقطعها، سحبت اذنك سحبة عادية ورجعتها وهت يعني لزمت اذنك، سحبتها شوية وعفتها، رجعت إلى شكلها الطبيعي لو صار بيها تشوه؟ أكيد لأ، ما صار بيها شيء، مجرد يمكن صارت حمرة، يعني ما راح يصير بيها تشوه، لذلك قال without deformation، تمام؟ ما صار عندنا تغير بالشكل مالتها، من هديتها، رجعت إلى شكلها الطبيعي. يقول الإلاستيك فايبر are found، موجودة وين؟ بكثرة، in abundance، وين؟ باللانكس، بالرئتين، وكذلك بلادر وول، يعني بجدران المثانة، وكذلك بالسكن، تمام؟ بيقول in the walls of the aorta and pulmonary trunk، يعني بالجدران مالت الأورتا، مالت الشريان الأبهر، وكذلك الجذع الرئوي، تمام؟ يعني رح نحكي هسه على الفازلز، شغلنا رح يكون على الأوعية الدموية الموجودة هنا في هاي المناطق، اللي هو من ضمنها طبعا الشريان الأبهرين، علمه. يقول the present، وجود الألياف المرنة الإلاستيك فايبر بهاي المناطق الثنين راح يمنع، ايش راح يمنع؟ راح يمنع الستريتشنج اند ريكويلينج، شنو يعني؟ راح يخلي لي الفيزلز الأوعية الدموية تتمدد تتوسع وكذلك ترجع إلى شكلها الطبيعي. هاي ليش طبعا يصير هيك؟ هو يعني ليش؟ لأن الدم جاي ينضخ من القلب بقوة، تمام؟ هذا الإخراج الدم بشكل قوي من القلب، أوكي، أو بالضبط من البطينين، تمام؟ راح يؤدي إلى شنو؟ إلى توسع هاي الأوعية الدموية، زين؟ هو اللي جاي يساعد بتوسع الأوعية الدموية، طبعاً الإلاستيك فايبر، إذا الشريان أو يعني الوعاء الدموي بصورة عامة ما بي إلاستيك فايبر، لا يحتوي على ألياف مرنة، إيش راح يؤدي هذا الشيء؟ ما راح تتوسع، راح يزداد الضغط عندي، فمعناها هو المسؤول عن توسع الشرايين والأوعية الدموية. إذا يقول لك هو المسؤول عن توسع الأوعية الدموية وعودتها إلى شكلها الطبيعي، يعني لازم من تتوسع وما تظل متوسع لازم ترجع شكلها الطبيعي، هو اللي جاي يساعدها بهذا الشيء إلاستيك فايبرز، لأن حتى عندك إذنك منجرها سويت لها ستريتشنج بس تهزها رجعت الى شكلها الطبيعي، سويت لها معناها شنو؟ ما رجعت الى شكلها الطبيعي ريتيرنينج او ريكويلينج، واضح؟
فهسه عرفنا الفكره، نجي نقرا يقول بهذين المناطق السنين تمام الاورتا والبلمونري تراك وجود هاي الالاستيك فايبر allows يح يسمح المن يسمح للفازلز هاي يسمح لهاي الفازلز الاوعيه الدمويه تمام بانه شنو تتمدد ستريتشنج او شنو وكذلك شو يصير بها ريكويلنج يعني ترجع الى شكلها الطبيعي تمام يمتى هاي اثناء باورفول بلود ايجكشنز يعني شنو اثناء اخراج الدم القوي من البطينين from the heart ventricles يعني من الدم يخرج من البطينين بقوه باورفول من يطلع الدم من البطينين بقوه اثناء هاي اللحظات لازم شنو يتوسع الفازلز الاوعيه الدمويه وبعدين ترجع الى وضعها الطبيعي زين هو المسؤول عن هذا التوسع نقول وجود الالاستيك فايبر وجود الالاستيك فايبر the presence of elastic fiber هو المسؤول عن هاي العمليه واضح انه اذا انت ما عندك الالاستيك فايبر ما راح توسع شرايينك وما راح ترجع الى شكلها الطبيعي تمام زين نسال سؤال هو اللي جاي يصنع لي الالاستيك فايبر هو جاي يسوي لي اياها هو جاي يصنعها الالاستيك فايبر اذا كانت موجوده بالاوعيه الدمويه الكبيره فمن نسال هو صنعها لازم شو نقول انه الخلايا العضليه الملساء واضح سموث مسل سيل هي المسؤوله عن شنو عن التصنيع مالت هاي الالاستيك فايبر وين بالاوعيه الدمويه الكبيره واضح لان نعرف ان الاوعيه الدمويه الكبيره تحتوي على خلايا عضليه ملساء هاي الخلايا العضليه الملساء هي راح تصنع الالاستيك فايبر الالياف المرنه تمام زين واذا اقول لك باقي الاعضاء مو بالاوعيه الدمويه الكبيره لا باقي الاعضاء هو اللي جاي يصنع لي الالاستيك فايبر احنا قلنا موجوده هواي مناطق مثل السكين موجوده هي موجوده بالسكين يعني وموجوده بالبلاد رول وباللانس يو جاي يصنع لي هسه بهاي المناطق نقول له الفايبروبلاست الاروما اللي فيه هي اللي تصنع لي الالاستيك فايبر عرفنا اذا يقول لك اين العفو كيف تصنع او من المسؤول عن تصنيع الالاستيك فايبر اذا قلت له حسب المنطقه اذا باللارج فازلز بالاوعيه الدمويه الكبيره فاللي مسؤول عن تصنيع الالياف المرنه هو سموث سيل العفو سموث مسل سيل خلايا عضليه ملساء هو المسؤول عنها ولكن اذا اقول له ولكن اذا اريد احكي عن تصنيعها في بقيه اعضاء الجسم ان اذر اورجانز فاكيد الاروما اللي فيه الفايبروبلاست هي المسؤوله عن تصنيع الالاستيك فايبرز واضح حسب المنطقه ان شاء الله تكون واضح اجي هسه بدي اوضح شغله حتى قبل لا اكمل بس اريد اذكركم انه هسه احنا حتى نجمع الافكار انه اول ما بدينا حكينا عن النسيج العظام تمام وقسمناه الى شنو رخو وكذلك شنو كثيف واكو كثيف منتظم وغير منتظم بعدين اخذنا الخلايا اللي موجوده بالنسيج الضام اللي هن كانن اروما ليفيه وخليه دهنيه والبلاعم الكبيره تمام المايكروفاجس يعني والماست سيل واضح والبلازما سيل اللي هي الخليه البلازميه واللوكو سايت اللي هي الخلايا الدم البيض هذين كلهن اخذناها هاي شنو كانن هذين خلايا النسيج الضام خلايا انواع الخلايا اللي موجوده بالنسيج الضام بعدين اخذنا الفايبرات الالياف شرحناها بالتفصيل كان ابرز نوع هو الكولاجين ليش لان هو بي اقسام هواي عندها اربع انواع تمام اربع انواع فرعيه وكل نوع له مكان معين تمام واخذنا النوع الثاني من الالياف اللي كان هو ريتيكولار فايبرز الالياف الشبكيه وبعدين شنو الالاستيك فايبر صح الالياف المرنه اللي هسه اخذنا فاحنا بهاي الحالة خلصنا هسه الالياف اللي موجودة بالنسيج الضام واحنا قبل شوي ما اخذين شنو الخلايا اللي موجودة بالنسيج الضام فهسه مكونات النسيج الضام شنو كانت خلايا والياف ومادة قاعدية صح اخذنا الخلايا كلهن اخذنا الالياف كلهن هسه ناخذ المادة القاعدية وهي هاي نخلص تركيب النسيج الضام تمام الماتريكس من شنو كان يتكون كان يتكون من الياف وماده قاعديه اخذنا الالياف وهسه ايش عندنا بعد الماده القاعديه واضح هسه نبدا بيها نجي هسه للماده القاعديه اللي اسمها ground substance the ground substance is العفو in
connective tissue consist primarily تتكون بشكل أساسي من شنو؟ من ماتريكس هي صح؟ تتكون من ماتريكس. يعني هي شنو؟ هي جزء من الماتريكس. إحنا قلنا الماتريكس عبارة عن ألياف ومادة قاعدية. فهي جزء من الماتريكس بس مو يا جزء منهم، جزء إلى فد شكل معين، يعني مو شكل معين وإنما خصائص معينة. بالعكس هو ما عنده شكل معين، هو يصير أمورفوس. أمورفوس يعني شنو؟ يعني غير منتظم الشكل، ما إلى شكل، تعرف وجهه من قفا ما تعرف صح، ما إلى شكل. هذا الجزء من الماتريكس اللي يمثل المادة القاعدية. وكذلك ترانسبيرنت يعني شنو؟ يعني نقدر نقول شفاف، كلرلس يعني ما بيلون مثل ما قلنا تمام. فهو عبارة عن جزء من الإكسترا سيلولر ماتريكس بثلاث مميزات اللي هن شنو؟ إنه يكون غير منتظم الشكل وترانسبورت شفاف وعديم اللون. واضح؟ هو هذا الجراوند سبستانس. يعني إذا أقول لك شنو هو الجراوند سبستانس، أقول له هو عبارة عن إكسترا سيلولر ماتريكس يتميز بثلاث شغلات. أول شيء يكون عديم غير منتظم الشكل، يعني ما عنده شكل، ما تعرف وجهه من قفاه، وشفاف وعديم اللون تمام. which has الذي يمتلك هذا المادة القاعدية تمتلك properties، خصائص مال شنو؟ مالت semi fluid gel and high water contact. يعني شنو؟ يعني تحتوي على شنو؟ يكون يعني إذا نريد نشوف تركيبها راح نلقاه شنو؟ نلقاه شنو؟ جل، مثل الجل، يعني شايفين الجل نفس الشيء تمام. سيمي فلويد يعني شبه سائل، يعني لا هو شلون الجلي، لا هو هيك ولا هيك، بس خفيف. كلش ليش خفيف؟ لأن يعني يحتوي على هاي ووتر كونتنت، يعني شنو؟ يحتوي على يعني محتوى كبير، من محتوى مائي كبير، يحتوي على هواي ماي. لذلك هو ايش قال؟ سيمي فلويد يعني شنو؟ شبه سائل، ولكن هو بالواقع شنو؟ هو جل، هو جل شبه السائل، يعني جل خفيف. ليش؟ يعني يحتوي على ماي هواي تمام. يقول the matrix شبي supports راح شنو؟ يدعم. وكذلك شو يسوي؟ surrounded راح يحيط تمام. وكذلك شو يسوي بعد؟ binds يعني يربط. شو يربط؟ all the connective tissue cells and fiber. يعني شنو؟ هو يدعم ويحيط ويربط كل محتويات النسيج الضام من خلايا وفايبر. يعني هو اللي يربط الخلايا ويا الفايبر. واضح؟ المادة القاعدية، المادة القاعدية هي اللي تربط وتحيط وتدعم الخلايا مالت النسيج الضام والفايبر مالته، تربطهن سوية وتدعمهن وكذلك تحيط بهن. واضح؟ هاي الجراوند سبستانس، المادة القاعدية. الفقرة اللي بعدها يقول لي the ground substance contains يحتوي على شنو؟ يحتوي أو يتكون من different type of mixed and branching polysaccharides chain. خلنا نفسرها. شنو polysaccharides chain؟ بولي متعدد، سكرات سكريات، chain سلسلة، يعني سلاسل، مو سلسلة، سلاسل chains، سلاسل متعدد من سكريات متعددة، يعني كربوهيدرات تمام. بس شنو هاي الكربوهيدرات؟ and branching يعني السلاسل هاي مالتها مو متفرعة تمام. فثلاث أنواع من السكريات المتعددة، ثلاث أنواع من الكربوهيدرات هي اللي راح تكون لي الجراوند سبستانس، المادة القاعدية. فإذا يسألك ياهو شنو اللي يكون لك، شنو المكونات مالت الجراوند سبستانس، تقول له ثلاث سلاسل تمام، أو ثلاث أنواع من السلاسل الكربوهيدراتية اللي هن شو اسمهن؟ شوي اسمهن صعبة، ركزوا وياي. جلايكوز، أمينو، غلايكانز تمام، هذا الاول. والبروتيو غلايكانز هذا الثاني، والثالث ادهيزيف غلايكوبروتينز. ياسر راح نجي هنا شوي نحكي عنهم نوضحهم اكثر ان شاء الله. بنكررهم تحفظون اسماء، الاسماء شوي صعبه لازم يحفظون، ما بيها مجال. اذا يسيلك من شنو يتكون الجراوند سبستانس، تلطخ لهذين الثلاثه. واضح؟ اعيدهن: غلايكوز، امينو، غلايكانز، بروتيو غلايكانز، ادهيزيف غلايكو بروتينز تمام. هي عباره عن شنو؟ اذا عباره عن سلاسل كربوهيدراتيه. واضح؟ هذن الثلاثه. بالفقره الاخيره بهذا السلايد يقول لك الهيالونيك اسيد. هيالونيك اسيد تمام، شو يسوي هذا؟ يشكل، هو اللي كونستيتيوس يعني يشكل
برينسيبل جلايكوز امينو جلايكان، هو اللي يشكل لي الجلايكوز الامينو جلايكان الاساسي. هو اللي يشكله، هو اللي يشكل لي جلايكوز امينو جلايكان الاساسي طبعا الهيالونيك اسيد، تمام، يشكل لي بالنسيج الضام الكونكتيف تيشو. اكسبت باستثناء هذا الهيالونيك اسيد، فالفاريوس جلايكو جلايكوز امينو جلايكانز، هاي الجلايكوز امينو جلايكان المتعدده او المتباينه او المختلفه شبيها راح ترتبط ويا في الكور من البروتين، يعني في اللوب من البروتين او نقول بروتين اساسي راح يرتبط ويا، تمام، حتى يشكل تو فورم، حتى يشكل ماتش لارج، شنو ماتش لارجر مولكيولز، ماتش لارجر مولكيولز، فجزيئات شبيهه كبيره جدا اسمها بروتوغلايكان اجريجيتس. اجريجيتس يعني تجمعات من البروتوغلايكان. منين تكونت؟ لان تكونت لان الربط الجلايكوز امينو جلايكان ويا من؟ ويا كور من البروتين، كور بروتين ارتبطا سويه، تمام، لب من البروتين او نقول بروتين اساسي ارتبطا سويه. شطني نطني بروتوغلايكان اجريجيتس، واضح، تجمع من البروتيو جلايكان، تمام. بالسلايد اللي بعده يقول لي ذيس بروتو جلايكانز، البروتو جلايكانز اللي تكونت عندي اتراكت انكريز اماونت اوف ووتر، تجذب فد كميات كبيره متزايده من الووتر، تمام، من الماء. فايش راح تسوي؟ راح تجيب ماي هواي، يعني راح تجمع لي هواي ماي. فايش راح تسوي لي الجل؟ راح يكون شنو؟ هايدريت يعني شنو؟ يعني رطب. تذكرون دي هايدريت اذا نحط دي معناها شنو؟ جاف، واضح. فهسه الجل مالتنا الجيلي نقدر نقول او الهلام صار شنو؟ رطب بهاي الجلايكو بهاي الجراوند سبستانس. ليش؟ لان البروتوغلايكان جذب كميات كبيره من الماء، تمام. فالسيمي فلويد consistency لفظها صعب of ground substance in the connective tissue facilitates diffusion. شنو يعني؟ انه التماسك اللي جاي يصير بين هاي الground substance، تمام، التماسك اللي جاي يصير بالground substance بالمادة القاعدية اللي هي شبيه semi fluid اللي هي شبه سائل بشكل، يعني شبه سائل، مو سائل هي كلش، مثل الجلي قلنا اللي موجوده بالكونكتيف تيشو. ايش راح تسوي؟ فاسيليتيت، راح تسهل شو تسهل؟ زين، تسهل الديفيوجن، الانتشار، سهل انتشار. انتشار شنو؟ انتشار الاكسجين وهواي مواد، تمام، تسهل يعني خصوصا الاكسجين راح هواي تنتشر، هي مواد غذائيه او هايدرولايتس او العفو الكترولايتس والفلويدز السوائل او الميتابولايتيز اللي هي يعني المواد اللي تشارك بعمليه الايض، كلها راح تقدر تنتشر خلال هاي الماده القاعديه بفضل التماسك اللي جاي يصير بين جزيئاتها، تمام. And the other water soluble molecules، وكذلك الجزيئات الاخرى القابله على الذوبان بالماء. شكو ماده تقدر تذوب بالماء راح تقدر تعبر، تمام، تعبر بتوين شنو؟ تأذن المواد كلها راح ينقلن بين منو منو، راح ينتشرن خلال منو منو، جاي ينتشرن بين الخلايا ويرحن وين؟ إلى البلد فازل، وبالعكس. يعني ممكن إنه يعني الأكسجين جاي يعبر منين؟ جاي يعبر من الفازلز وين يروح؟ للخلايا، تمام؟ فهيك جاي يصير السالفة إنه جاي ينقلن المواد جاي تنقل وتنتشر المواد عبر هاي المادة القاعدية، تمام. فنوب يكمل يقول لك similarly يعني شنو؟ نفس الشيء، ينطبق هذا الشيء على شنو؟ على waste products. waste products هي المواد الفضلات، بيقصين المواد الفضلات اللي طرحناها، الفضلات، تمام. المواد اللي نتجت من هاي الخلايا كذلك راح تنتشر خلال هاي ground substance، خلال diffuse راح تنتشر خلال هاي المادة القاعدية، وين تروح؟ راح ترجع إلى ال blood vessels، تمام. فهاي المادة substance زي تسمح بانتشار المواد من وإلى يعني بين الخلية
والأوعية الدموية بين الخلايا والأوعية الدموية، وشفنا أن الأكسجين راح يطب راح يعبر للخلية، بينما بالعكس يعني هي راح تسمح للأكسجين، هي هاي المادة القاعدية راح تسمح للأكسجين بالانتقال من الأوعية الدموية وين يروح للخلايا، بينما راح تسمح للمواد الجسمة المواد الضارة الفضلات الويست برودكس هاي المواد الناتجة راح تخليها تروح منين من الخلايا إلى الأوعية الدموية. بالعكس إنه بصورة عامة خلوا بالكم إنه هاي المواد اللي عددناها يقدرن يعبرن ويخترقن وينتشرن خلال هاي مادة الجراند سبستانسية هاي، تمام؟ وبعدها يقول also أيضا because of its viscosity، بسبب الفيسكوسيتي مالتها بسبب اللزوجة مالت هاي المادة، فإنه هاي المادة serves us راح تخدمنا بحيث تكون شنو efficient barrier، عبارة عن حاجز أو مانع فعال efficient، تمام؟ شو يسوي هذا؟ شو يمنع؟ it prevents هذا هي ممثلة حاجز لكونها لزجة، بما أنه هي تمتلك لزوجة سويت لي حاجز، هذا الحاجز راح يكون شنو efficient يعني فعال. شو راح يفيدني؟ هو راح يمنع الحركة مالت الجزيئات الكبيرة، تمام؟ ويمنع انتشار المواد المسببة للأمراض خلال هذا النسيج، تمام؟ ما يخليها تعبر وتروح للمجرى مال الدم. فنجي نقرأها، يقول it prevents يعني هو هاي هذا البارير اللي تكون أو هي المادة القاعدية، تمام؟ راح تمنع حركة شنو الموفمنت الحركة مالت منو مالت اللارج مولكيولز مالت الجزيئات الكبيرة، تمام؟ وكذلك الانتشار مالت منه مال الباثوجين راح تمنعه، تمام؟ ما تخلي لي الباثوجين ينتقل ويروح منين من الكونكتيف تيشيو والبلد الى البلد ستريم الى المجرى الدموي، ما تخلي يعني اذا اكو فد باثوجين فد مسبب مرض داخل داخل الكونكتيف تيشيو فما راح يقدر يعبر ويروح للمجرى الدم. ليش؟ لان اكو شيء اسمه شنو efficient barrier، تمام؟ يعني شنو؟ يعني حاجز فعال. شنو من شنو تكون؟ هذا تكون بالمادة القاعدية نتيجة لأنها عندها لزوجة، واضح؟ عندها فيسكوسيتي، مدام عندها فيسكوسيتي تكون عندها efficient barrier، هذا efficient barrier يمنع حركة الجزيئات الكبيرة ويمنع عبور أو انتشار المواد الضارة الباثوجينز المسببات المرضية، ما يخليها تعبر من الكونكتيف تشي وتروح للدم، تمام؟ هنو بعدنا في حالة انه اكو بكتيريا تقدر تنتج انزيم، وهذا الانزيم يروح شي يسوي يحلل الهيدرولونيك اسيد، وبالتالي قلل الفيسكوسيتي مالت الجراوند سبستانس هاي المادة اللي تكون مثل الجل مثل الجلي راح تقلل الفيسكوسيتي مالتها، واحنا قلنا ان الفيسكوسيتي مفيدة لان تسوي لي مثل البارير الحاجز اللي يمنع حركة وانتشار الباثوجين المسببات المرضية والبكتيريا، ولكن هاي البكتيريا اجت وش سوت؟ اجت بالنسيج الضام، هي وشي طبيعي تصير بالنسيج الضام مو مشكلة، اجت نسيج الضام دبت هذا الانزيم مالتها، تمام؟ سوى حلل الهيدرولونيك اسيد، سوى هذا الشيء بعد من حلل الهيدرولونيك اسيد راح تقلل الفيسكوسيتي، من قلت الفيسكوسيتي راح تظل الباثوجين المسببات مرضية تتحرك براحتها تنتشر براحتها، ماكو فد بارير ماكو فد حاجز يعيقها، كان عندنا الفيسكوسيتي مسويت لي حاجز هسه الحاجز بعد راح تقدر انه هاي الباثوجين تغذي الاوعيه العفو تغذي الانسجه المحيطه شكو نسيج ثاني تقدر تعبر له براحتها. ليش؟ لان الجراوند سبستانس الكثافه او اللزوجه مالتها قلت بسبب شنو؟ بسبب انه الهيدرولونيك اسيد شبي تحلل بواسطه انزيم فرزت البكتيريا، تمام؟ الانزيم طبعا اللي فرزت البكتيريا اسمه هيدرولونايديز، تمام؟ لفظة شوي صعب صراحة. على العموم عرفنا شنو وظيفته، شنو هو السيرتين بكتيريا، انه بكتيريا معينة فرزت هذا الانزيم، وهذا الانزيم هو شي يسوي ذات هيدرولايزز يعني يحلل الهيدرولونيك اسيد، الهيدرولونيك اسيد اللي حكينا عنه بالسلايد القبلة حللت تقليل فأدى الى شنو؟ الى ريديوسز تقليل الفيسكوسيتي مالت منو؟ مالت الجراوند سبستانس اللي تركيبها يكون مثل الجل لايك جل او جل لايك، تمام؟ مثل الجل او مثل الجلي، تمام؟ allowing هذا الشيء راح يسمح من قلة الفيسكوسيتي راح يسمح هذا الشيء انه شنو يعني نقصان الفيسكوسيتي سوف يسمح للباثوجينز للمسببات المرضية
حتى شنو؟ حتى تغزو الأنسجة المحيطة to invade the surrounding tissues. تمام؟